حانت ساعتنا، قد نادت كل الأطفال، ندعو الباري يحفظنا ويحقق كل الآمال. شهر الطاعة حاط بنا، رمضانه بهلال، بصيام الشهر دعونا دعوات الأشبال. حانت حانت ساعتنا، قد نادت كل الأطفال. تشاهدون اليوم القارئ الصغير معصوم في رسوم بذور الأمل. أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان، صوم وتلاوة قرآن، طاعات خير غفران، صوم وتلاوة قرآن، طاعات خير غفران. هل هلال الخير أشرق ولكل العالم قد بان. أهلا أهلا يا رمضان، أهلا يا شهر الإحسان، فلنستقبله بإخلاص وبحب تهوى الإيمان، ونقول له أهلا أهلا يا خير شهور الرحمن، يا خير شهور الرحمن. هيا ننوي الصوم جميعا، لن نتوكل يا أخوان، حتى لو نعطش نتحمل، نصبر نتحدى الشيطان. في الجوع كذلك موهبة، فيه العبرة للإنسان، يشعرنا بل ويذكرنا بالكفراء من الجيران، فيهدبنا ويعودنا أن نجعلهم بالحسبان، وبذلك نحيا بوئام ونفوز برضا المنان. أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان، صوم وتلاوة قرآن. تشاهدون القارئ الصغير بعد قليل. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب،
والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بارك الله فيك. حانت ساعتنا قد نادت كل الأطفال ندعو الباري يحفظنا ويحقق كل الآمال. شهر الطاعة حاط بنا رمضانه بهلال بصيام الشهر دعونا دعوات الأشبال. حانت ساعتنا قد نادت كل الأطفال. تشاهدون معصوم في رسوم بعد قليل. معصوم في رسوم. نبي فصيح اللسان ذكره الله في القرآن، وذكر أنه شريك لأخيه النبي في الهداية والإحسان. وفي يوم من الأيام وصاه أخوه واستخلفه في قومه لأنه ذاهب إلى طور سيناء للقاء ربه المنان. كان السامري عالما بين قومه، فحسد هذا النبي في فترة الغياب هذه لأنه كلف بقيادة قومه بعد أخيه، فسولت له نفسه الأمارة بالسوء بأنه أفضل منه شأن، وتمرد عليه ولم يطع أمره، وصنع عجلاً كبيراً من الحلي مزركشاً بالألوان، وأخذ حفنة من تراب حافر فرس جبرائيل وألقاها على العجل فأصدر صوت خوار وقال لهم هذا إلهكم، فعبدوه وبدأوا حوله بالدوران. وحاول نبينا تذكيرهم بوعد الله وانتظارهم لعودة النبي من لقاء الرحمن، ولكن القوم انقسموا صنفان، قسم عبد العجلة وقسم قليل ابتعدوا مع نبينا واعتزلوا المكان. وأصبح نبينا مستضعفا وأرادوا قتله لأنه ما استجاب لهم ولا لان. فهل عرفتم نبينا يا شجعان؟ أحسنتم كثيراً، إنه النبي هارون عليه السلام. هناك الكثير من الفضائل والفوائد لسورة الفاتحة لا يسعنا ذكرها، سنقتطف لكم جزءا منها. قال الإمام الصادق عليه السلام: لو قرأت سورة الفاتحة على ميت 70 مرة وردت إليه الروح ما كان ذلك عجبا. وفي روايات أخرى قراءة سورة الفاتحة
7 مرات تدفع المرض وإن لم يشفى فتقرأ 70 مرة. تشاهدون بذور الأمل بعد قليل. جئناكم ببذور الأمل ننشرها في كل مكان، نغرسها دوما نرعاها نسقيها حبا وحنان، نسقيها حبا وحنان تنمو تكثر كالأشجار، تعطينا أشهى الأثمار. ازرع أملا تجني فرحا، تجني فرحا فالأمل يزيل الأحزان. هيا نتأمل ونتابع، نتجول بين الفقران مع جنة نتعلم عبرا من مسرحها وحكايات، نبحث نسأل عن عالمنا نجمع بعض المعلومات، نسقي بهدوء ونتابع لحكايات الأمهات، ثم معا نقترف الخير من آل البيت النجباء، وأخيرا نبعث برسائل نهديها قلوب الآباء. كن معنا تابعنا الآن وبذور الأمل العنوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتحايا الود والحب نحييكم أحبتنا متابعي قناة المنقذ العالمي، وتمني لكم أوقات ممتعة مع برنامجنا بذور الأمل. تعودنا نتفقد بذورنا ونشوف وين وصلت بالنمو، لأن تركناها كم يوم تعالوا يا حتى نشوفها كم هي جميلة. إنها تمد رأسها لترى النور وتتغذى على أشعة الشمس. حددنا لكم اليوم مواضيع جميلة ومسلية ومفيدة في نفس الوقت، حيث نرافق جنة في حديثها عن الإيتاء على مسرح الدمى، ونذهب بجولة في عالمنا العجيب لنتعرف كيف تهطل الثلوج، وبالتأكيد سنستمع لحكاية جميلة من حكاية الأمهات، وبعدها سنتعرف على سر تسبيحة الزهراء في فقرة أسرار عن الأطهار، كما سنشاهد صديقتنا ريام وحديثها الجميل في فقرة من قلبي إلى قلبي والدي. لن نطيل عليكم هنا، سننقلكم مع صديقتنا جنة ومسرحها مسرح الدمى. السلام عليكم يا أصدقائي الأحباء، عدت لكم بحكاية جديدة، وهذه المرة حكايتي عن الإيثار، هذا الخلق السامي والجميل الذي ينبغي أن نتحلى به كما تعلمناه من سيرة آل البيت الطاهرين. في أحد الأيام اشتريت حلوى شهية جدا، كان مذاقها لذيذا، وفي أثناء تناولي لها تقدم أخي أحمد نحوي ووجه نظره إلى الحلوى. شاهدوا ما حدث. هذه الحلوى تبدو لذيذة يا جنة، من أين جئت بها؟ نعم يا أبي، لقد اشتريتها من مصروفي الخاص. هذا جيد، هل اشتريت مثلها لأخيك؟ أخي؟ لا، اشتريت واحدة فقط، فلم أكن أملك إلا ثمنها. وهل تناولتها كلها؟ لا، لم أنتهي بعد. أبي، ما بالكم تسألون عن الحلوى كثيراً؟ قبل قليل سألني أخي عنها وعن طعمها، وبقي ينظر إلي وأنا آكلها، والآن أنت تسألني عنها. لا بد وأنه اشتهى أن يتذوق منها، أقترح أن تبقي له منها قطعة. لكن المتبقي من الحلوى جزء صغير، فكيف أبقيه لأخي؟ أوه، ضميري يؤنبني، كان يبدو أن أخي كان فعلا يود تذوقها.
ما هذا التصرف الأناني من أحمد؟ احتفظي بالباقي، فهو أساس جزء صغير، وأنت لم تشبعي من الحلوى بعد. نعم، إنها حلوى خاصة بي وسأحتفظ بها لنفسي. هل قلت شيئا يا جنة؟ سمعتك تتمتمين بصوت خفيف. آه، كيف أفعل ذلك بأخي؟ علي أن أفرح لفرحه وأسعد أكثر حين أراه سعيدا. أبي، لدي فكرة. وما هي يا ابنتي؟ ما رأيك أن أتقاسم ما تبقى من الحلوى مع أخي؟ أحقا يا جنة؟ رغم أن الحلوى تبدو عزيزة عليك وأنت سعيدة جدا بها. سعادتي تكتمل عندما أسعد أحبابي ومن حولي، بل إني سأعطيه كل ما تبقى، فأنا قد أكلت من الحلوى ما يكفي. أنا فخور بك يا حبيبتي. أشعر بسرور كبير، أكبر مما لو كنت أكلت الحلوى لوحدي. أحبائي، كانت قصتنا اليوم عن الإيثار، ومعناه أن يبذل الإنسان بعض حاجاته التي تخصه إلى الآخرين، وبالأخص أن يبذل ويعطي مما يحب. ويعتبر الإيثار طريقا للوصول إلى محبة الله تعالى، وهو من أكثر الصفات التي تشيع جوا من الألفة والمحبة بين الناس. إلى هنا انتهت قصتي لهذا اليوم، سألتقيكم مجددا في قصة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء. كانت قصتك لطيفة يا جنة. الإيثار خلق جميل، والأجمل أن نتحلى به في كل تعاملاتنا في الحياة. أحسنت يا جنة. الآن سأكتب كلمة مميزة عندي على لوحتي، وسوف تتعرفون عليها نهاية الحلقة. والآن أحبتي سنبقى مع العالم من حولنا ونرى ما لدينا من معلومات لهذا اليوم في فقرة عالمنا العجيب. السلام عليكم أحبتي الشطار متابعي برنامجنا الشيق بذور الأمل، وأنا أتصفح الصور التي أرسلتها لي صديقتي من أوروبا. أعجبني كثيرا منظر الثلوج وهي تتساقط وتغطي الأرض. فهل تعلمون أحبتي كيف ولماذا تسقط الثلوج؟ الثلج كالمطر، فكلاهما ينزل من السماء، ومع وجود الحرارة التي توفرها الشمس لسطح الأرض، فإن الماء يتبخر من على سطح الأرض من البحار والأنهار وغيرها من الأسطح المائية، أي إن قطرات الماء تتحول إلى غاز وبخار يتصاعد إلى الأعلى، وينجمع بخار الماء في الأعلى ويتكثف على شكل غيوم، وعندما تنخفض درجات الحرارة في الغيوم، يتحول بخار الماء الذي تتكون منه الغيوم إلى قطرات وينزل المطر. ولكن عندما تنخفض درجات الحرارة كثيرا داخل الغيوم، يتحول بخار الماء إلى نتف ثلج صغيرة تبدأ بالتساقط. وهكذا فقد عرفنا لماذا تسقط الثلوج في البلدان الباردة ولا تسقط في البلدان الحارة، حيث أن تحول قطرات الماء في الغيوم إلى نتف ثلج يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة. هذا يعني أن هطول الثلوج في مدينتي أمر قد يكون نادراً.
لأن بلدي يعتبر من البلدان الحارة. هل أعجبكم الموضوع يا أصدقائي؟ انتظروني إذن في موضوع آخر جميل عن عالمنا العجيب. إلى اللقاء. إذن لهذا تهطل الثلوج في أوروبا وكندا والدول الباردة، ولا تهطل في العراق والخليج العربي والدول ذات الحرارة المرتفعة. معلومة مفيدة جدا. والآن أحبتي ننتقل معا لفقرتنا المحببة، فقرة حكاية الأمهات، ونستمع معا لحكاية اليوم. هيا معي. السلام عليكم أحباء الصغار، أسأل الله أن تكونون بخير وعافية، ومرحبا بكم جميعا مجددا. حكايتي اليوم اسمها السيدة ذات المسبحة، وهي حكاية من التراث البرتغالي. يعتقدون بأنها حقيقية، ولا زالت الأمهات تحكيها جيل بعد جيل، وتنير بسردها ظلام الليل. تقول الحكاية: في الزمان القديم، أي في عام 1916، يعني قبل أكثر من 100 سنة، كان هناك 3 أطفال، هما جاسيتا عمرها 7 سنوات، وفرانسيسكو عمره 9 سنوات، ولوسيان عمرها 10 سنوات. ظهر أمامهم ملك وقال لهم بعض العبارات القصيرة، ومنها هاي العبارة: لا تخافوا، فأنا ملك السلام. يا إلهي، أنا أؤمن بك وأعتقد بك وأحشقك. وهذا الملك ظهر أمامهم مرتين، مرة بالصيف ومرة بالخريف بتلك السنة. وهالحادثة ما كانت وحدها العجيبة اللي صارت بهالمنطقة، بل بعد فترة، وبيوم 13 من شهر مايو ومن العام التالي، يعني بعام 1917، شاهدوا نور وضاء، وشاهدوا فوق شجرتي الزيتون والبلوط نور عظيم، وظهرت لهم سيدة نورها أكبر وأقوى من نور الشمس. هي السيدة الطاهرة، واللي قالت إن اسمها فاطمة. قالوا لها: من وين جئتي؟ قالت: جئت من الجنة. قالوا لها: ماذا تريدين؟ فقالت لهم: جئت لأطلب منكم الحضور لهذا المكان مرة أخرى، وراح أخبركم فيما بعد ماذا أريد منكم. وكانت هذه السيدة ذات المسبحة تظهر في كل شهر، وآخر لقاء اجتمعوا فيه 70,000 مشاهد لرؤية السيدة ذات المسبحة. ولما شافوا عظمتها ونورها اللي هو أقوى من نور الشمس، انبهروا بها وعرفوا أنها امرأة جليلة القدر وعظيمة وإلها كرامات. وبعد هذا الحادث المهيب والمذهل، أخذت السيدة صاحبة التسبيح تظهر بهالمنطقة مرة كل شهر. ومن ذاك الوقت وبكل عام وبنفس التاريخ اللي هو 13 مايو، يأتي محبو السيدة ذات التسبيح فاطمة من كل المناطق ومن الدول المجاورة إلى المنطقة اللي سميت بمدينة فاطمة، لطلب الشفاعة والشفاء والتوبة وتزكية الروح. وكل الأشخاص من أتباع المذاهب المختلفة يقومون بمراسيم زيارة فاطمة بأساليبهم وطرقهم الخاصة. فواحد يأتي ماشي على قدميه لأداء الزيارة، وآخر ينذر الشموع، وعند البعض تقام أمسيات الدعاء ومجالس الذكر، وتحتل تمتمات وهمهمات التسابيح الجانب الأهم والأوسع. وهذه التسابيح رائجة جدا،
لأن السيدة المقدسة طلبت من الناس يوم ظهورها عليهم أن يقوموا بالتسبيحات في كل يوم، وصاروا الزوار يتوافدون لتلك القرية الصغيرة اللي أصبحت مزار روحي يجمع الناس على اختلاف ديانتهم. هاي يا أحبائي، أجبتكم القصة؟ قصة جميلة، وتبين أن بعض الأشخاص يجعل لهم الله كرامات لأنهم مقدسين ومؤمنين. أحسنت يا عزيزتي، وأيضا تستجاب بأسمائهم الأدعية. يعني أهل القرية خلدوا هذه الحادثة من خلال إحياء مراسم هذه كل عام، صحيح؟ صحيح. وبعد لابد من الإشارة إلى أن الناس نصبوا تمثال أبيض يخلد الواقعة، واقعة ظهور السيدة فاطمة عليها السلام في القرية. فصلوات الله على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. خلصت حكايتي لهذا اليوم، أتمنى تكون عجبتكم. والآن أودعكم أحبتي على أمل اللقاء بكم قريبا. مع السلامة. عندي هنا بعض الأشياء الصغيرة، انظروا إليها. هذه صنعتها بيدي. عندي هنا أنواع مختلفة من المأكولات، دجاج، فواكه، خضروات، سمك، آيس كريم، وشظائر البرجر، وأكواب عصير، وإبريق الشاي، والبيض، والثلج، وفي هذا القدر أضع الرز. لقد صنعتها باستخدام عجينة الصلصال. انظروا، إنها لينة وتتشكل بسهولة عندما أتركها مدة طويلة تجف. نعود لفقراتنا أحبتي. يا لها من حكاية جميلة وشيقة. دعونا يا أصدقاء نتحدث عن أصحاب الكرامات العظيمة، وهم أهل البيت عليهم السلام. تعلمون أحبتي أنه قد حان موعد فقرة المعلومات التي تخص أهل البيت عليهم السلام، فنذهب معا ونتعلم شيئا جديدا في فقرة أسرار عن الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلمون أحبتي أن تسبيح الزهراء هو هدية من الله للسيدة الزهراء عليها السلام؟ وقد واظب عليه الأئمة عليهم السلام وأرشدونا إليه بعد كل صلاة. إذن من الجدير بنا حفظه والمداومة عليه وعدم تضييعه، فقد كان أهل البيت عليهم السلام يأمرون أبناءهم وبناتهم بتسبيح فاطمة كما يأمرونهم بالصلاة. إن من آثار تسبيحة الزهراء عليها السلام الابتعاد عن الشقاوة، كما أن المداومة عليها توجب للإنسان السعادة وحسن العاقبة. ومن آثارها وأسرارها أيضا أنها تطرد الشيطان عن الإنسان، فقد قال الإمام الباقر عليه السلام: من سبح تسبيح الزهراء عليها السلام ثم استغفر غفر له، وهي 100 باللسان و1000 في الميزان، ويطرد الشيطان ويرضي الرحمن. فتسبيح الزهراء هو قول الله أكبر 34 مرة، والحمد لله 33 مرة، وسبحان الله 33 مرة، فتلك 100 مرة. هذه معلومتنا لليوم، والتي أحببنا أن تضيفوها لمعلوماتكم. نلتقيكم في حلقة أخرى. إلى اللقاء. السلام على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها،
والسر المستودع فيها. فعلا تسبيح الزهراء عليه السلام له فضل عظيم، وهو من الأذكار المهمة التي علينا التمسك بها. والآن أحبتي وأصدقائي، وصلنا إلى مسك الختام وأرق الكلام، كلام القلوب النقية مع صديقتنا الجميلة ريام. أن تقع. ريام، كوني أكثر حذرا ولا تقتربي من أغراضي، كادت الحاسبة أن تقع وتتضرر. آسفة يا أبي. كتابي موجود بالقرب من أسلاك الحاسبة، أخشى أن تقع الحاسبة مجددا، سأكون أكثر حذرا هذه المرة. لا، لقد أوقعت الحاسبة. ماذا فعلت؟ لقد كسرت شاشة الحاسبة. ألم أنهك عن الاقتراب من أغراضي؟ ابتعدي هيا. ما الذي حدث لحاسبتك؟ شاشتها مكسورة؟ نعم، إنها لقد وقعت الحاسبة على الأرض وكسرت شاشتها. ومن أوقعها أرضا؟ لا عليك يا صديقي، إنه أمر بسيط، سآخذها للمصلح وأبدل شاشتها، وستساعدني ريام في ترتيب المكان، فهي طفلة مميزة. أبي الغالي، يسعدني كثيرا مديحك إياي أمام الضيوف. أنت بهذا تزيدني ثقة بنفسي. أحبك لأنك لم تتحدث عن أخطائي، ولذلك فأنا أعدك أن أكون كما قلت ولا أعاود الخطأ مرة أخرى، وأعدك لأن أكون عند حسن ظنك بي دائما. شكرا أبي، أشعر بالأمان معك، فأنت أبي ومعلمي. يا ريام، إنها تدخل القلوب بسهولة، وكلمة اليوم رقيقة أيضا. انظروا، المطر رقيق وجميل، أحب المطر، والزرع والبذور أيضا تحب المطر. أحيانا أخرج إلى حديقة منزلنا وأقف تحت المطر وأمسك بالمظلة، أفرح كثيرا، فهو خير نازل مثل من السماء. وأتمنى لو تسقط الثلوج أيضا. يوم أمس كانت السماء تمطر، ولهذا لم أسقي بذوري، أما اليوم فالشمس طالعة. ها قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ونعدكم أننا سنلتقيكم في حلقة أخرى شيقة ومفيدة أحبائي. والآن نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. جئناكم ببذور الأمل، ننشرها في كل مكان، نقرصها دوما نرعاها، نسقيها حبا وحنان، نسقيها حبا وحنان، تنمو تنتر كالأشجار، كالأشجار تعطينا أشهى الأثمار. ازرع أملا تجني فرحا، تجني فرحا، فالأمل يزيل الأحزان. هيا نتأمل ونتابع، نتجول بين الفقران، مع جنة نتعلم عبرا من مسرحها وحكايات، نبحث نسأل عن عالمنا، نجمع بعض المعلومات، نسقي بهدوء ونتابع لحكايات الأمهات، ثم معا نقترف الخير من آل البيت النجباء، وأخيرا نبعث برسائل نهديها قلوب الآباء. كن معنا تابعنا الآن، وبذور الأمل العنوان. إلى لقاء.
آخر رمضان يجمعنا، ونلتقي به غدا والله يرحمنا. نصوم كل شهره بالخير والحسنى، شهر به الله قضى من شهده ذقنا. إلى اللقاء غدا بالحب والهدى، يا أيها الأطفال شهر الصيام ابتدى.